فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض الصلاة الجهرية كنت أغمض عيني لأجل الخشوع والتلذذ بسماع القرآن، هل علي شيء في تلك الصلوات الماضية؟ ما دام أنك جاهل ما عليك شيء إن شاء الله، لكن اتركه في المستقبل، لا تغمض عينيك إلا لسبب ما يندفع إلا بالتغميض. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.